قال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة إنه إذا كانت إيران قد استهدفت طائفة الشيعية في البحرين فإن قطر استهدفت السنة والشيعة معا. وأكد الشيخ راشد أن إيران تعتمد على التحريض الطائفي في تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للبحرين، لكن قطر تستهدف نسيجنا المجتمعي والإضرار بروابط الأسر البحرينية الأصيلة في إطار مواصلة دورها المثير للفتنة.